السلام عليكم. سنة 2020 كانت مذهلة جدا لنا في ترو جيمينج، حققنا أرقام خيالية فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فريقنا الرائع وجمهورنا الرهيب. حققنا أكثر من 180 مليون مشاهدة عبر موقعنا وشبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي عززنا مركزنا كأكبر موقع إعلامي لألعاب الفيديو في الشرق الأوسط. لكن هذا ما هو سببنا نوقف، بالعكس حنا بنكون أقوى وأحسن من أول، وعشان كذا حبينا نوريكم بعض خططنا المستقبلية اللي راح نسولكم إياها في 2021. في الماضي كان لنا تركيز كبير في نشر محتوى الفيديو بشكل يومي، لكن للأسف هذا أدى بأن الفيديوهات تكون مستعجلة أحياناً ويكون فيها أغلاط غير مقصودة، وهذا شيء أبداً إحنا ما نطمح له. لذلك قررنا نشتغل على كل فيديو لفترة أطول، بالتالي نعطي كل فيديو حقه ويكون مرضي لنا ولكم، ويستفيد منه أكبر قدر من الناس لفترة أطول. وهذا يعني أنكم تشوفون تطور ملحوظ في فقراتنا اللي راح أقدم لكم إياها. وبالحديث عن الفقرات، خلونا نوريكم إيش الفقرات المتعرضة لكم في 2021. هذه الفقرة مهمة بتجيكم قبل 10 أيام من إصدار كل لعبة، وفيها بنستعرض لكم أهم المعلومات المتوفرة من قبل ما تصدر اللعبة، مثل القصة، الشخصيات، نظام اللعب والأنماط المختلفة فيها. ومو بس كذا، برضو راح نعلمكم درجة حماسنا للعبة هنا في ترو جيمينج. المراجعة، وهي فقرة ننشرها بعد ما توصلنا النسخة الكاملة من اللعبة ونجربها، بالتالي نقدر نعطيكم رأينا النهائي وحكمنا الأخير وتقييمنا من 10. نصائح ذهبية، هي فقرة مهمة ومفيدة نطرحها أول ما ينزل لعبة في الأسواق عشان نقدر نعلمكم كيف تقدرون تلعبونها بشكل أفضل، ونعطيكم نصائح تستفيدون منها كمبتدئين وأيضا نصائح تستفيدون منها كمحترفين. فقرة جديدة بالكامل، وبرح ننشرها بعد صدور اللعبة بفترة، وفيها بنتناقش عن تقديم أفكار مختلفة تخلي اللعبة أفضل مما هي عليه. ولأن هذه كانت واحدة من أهم طلباتكم، نعم ترو جيمينج شو بإذن الله راجع في 2021 بشكل مستمر. بنكون معاكم بشكل شهري، فريقنا الإعلامي بيجتمع وبيناقش أهم وجديد عالم ألعاب الفيديو في بث مباشر بمشاركتكم. ردة فعل هي عبارة عن فقرة خاصة بتويتر، يجي واحد نظام ترو جيمينج يتكلم عن لعبة أو حاجة جديدة صارت في عالم الألعاب، يعني اعتبروه كأنه مقطع إذاعي. بالإضافة لهذه الفقرة راح تشوفون عدة فقرات تسجل عودتها، مثل فقرة أسئلتكم، استعراض الأجهزة وإكسسوارات الألعاب، وأخيراً فقرة الأنبوكسينج للنسخ الخاصة من الألعاب. ومو بس كذا، في 2021 مخططين لكم على مفاجآت وأشياء رهيبة جداً، عشان كذا دائماً فعلوا الجرس واشتركوا بالقناة، وأيضاً كونوا معنا دائماً في قناة ترو جيمينج. ودائما وابدا انتم وقودنا للابداع، فاستمروا على ما انتم عليه واستمروا رهيبين، باذن الله نشوفكم قريب. في امان الله.